Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit exercice sur le cours des équations. Donc, c'est un petit exercice pour le cours des équations. Le cours des équations est 10 équations. Le premier exercice, c'est résoudre les équations suivantes. Donc, on a l'exercice à la معادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد. الإكزرسيس كيطلب منا نحل هاد المعادلات، يعني حل هاد المعادلات. المعادلة الأولى هي أ كتساوي إكس زائد خمسة إكس زائد تمنية كتساوي لنا صفر. المعادلة ب هي دوز إكس على تلاتة زائد خمسة كتساوي لنا جوج إكس على خمسة زائد ستة. المعادلة سي هي إكس فاكتور دو إكس بلوس تخيز إيكالا زيرو. La dernière équation, c'est D3X plus 6 facteur de X plus 12 égale à 0. Nous avons dit que 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 l'exercice. Donc, un petit rappel, les équations sont des égalités. Égalité entre deux expressions algébriques. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit. Donc, on va commencer pour résoudre la première équation. La première équation, c'est A égale à X, 5X plus 8 égale à 0. Donc, on a 5X, c'est 8, c'est X, c'est 0. C'est une معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد اللي هو X. المجهول من الدرجة الأولى يعني الأس ديال X هو واحد. 5X, c'est 8, كيتسمى الطرف الأول المعادلة. 0 طرف الثاني المعادلة. دونك بوغ ريزودر سونو سيت ايكواسيون كنطبقو لينا هاد القاعدة هادي. عندك هاد ليكاليتي هي هادي. عندك واحد العدد في هاد الطرف الأول كي هو اديسيون، يعني درنا ليه اديسيون. في الطرف الثاني غيكون سوستراكسيون، يعني غنرجعوه بناقص. ومن بعد إلا كان سوستراكسيون إلا رديناه للطرف الآخر يرجع لينا اديسيون. La même chose بالنسبة لا ديفيزيون ولا ملتيبليكاسيون. دونك عندنا واحد العدد هنا في الضرب إلا بغينا ردوه الطرف الآخر غيولي ديفيزيون. إلا عندنا هو ديفيزيون بغينا ردوه للطرف الآخر غيولي لينا ملتيبليكاسيون. دونك 5x بلس 8 إيكالا زيرو. عندك 5x زائد 8، 8 في هاد الطرف هذا زائد. دونك إلا بغينا ردوها للطرف الآخر ردولي ناقص 8. Donc 5x égale à moins 8. عندك x ما بين x و 5 كاينة عملية ديال الضرب. دونك بغيت هاد 5 ردها للطرف الآخر غير نردها باستعمال لا ديفيزيون. دونك كانت تضرب غترجع لينا ديفيزيون. دونك x كتساوي لينا ناقص 8 على 5. ليكواسيون ادمي اون سوليسيون كي عندك ناقص 8 على 5. الحل ديال هاد المعادلة عندها حل واحد اللي هو ناقص 8 على 5. maintenant on va voir l'équation B. l'équation B اللي هي على شكل 2x sur 3 plus 5 égale à 2x sur 5 plus 6. هاد l'équation فيها لي فراكسيون، يعني فيها قصور. إلا بغينا نديرو لا ريزوليسيون ديال هاد ليكواسيون، لا بخومييغ دي شوز اون فوا سوبريمي لي فراكسيون. سو تيب دي ليكواسيون بوغ لو ريزودغ إل فو دابور سوبريمي لي فراكسيون. كيفاش غنديرو نسوبريمي هاد لي فراكسيون؟ دونك غيدويغ او ميم دينوميناتور. خصنا نديرو توحيد المقام الطرف الأول مع الطرف الثاني، من بعد عاد نقدرو نديرو لا نسوبريميو الفراكسيون. عندنا جوج إكس على تلاتة زائد خمسة كتساوي لنا جوج إكس على خمسة زائد ستة. المقام موحد ما بين خمسة وتلاتة اللي هو 15. دونك لو ميم غيدويغ أو ميم دينوميناتور اللي هو 15. عندك هنا جوج إكس، شافاش ضربنا لو دينوميناتور حتى عطاتنا 15 ضربناه في خمسة. دونك حتى لو نوميناتور خصنا نضربو في خمسة. لا ميم شوز بالنسبة لخمسة غنضربوها في 15. دونك دوز إكس غنضربوها في تلاتة، لا خمسة غنضربوها في تلاتة. لا ميم شوز ستة على مضروبة في 15 على 15. دونك لو دينوميناتور كومان سي 15. مانتنو عندي الحق انني نسوبريمي لي فراكسيون.
من بعد النتيجة الأخيرة غتكون لنا هي 10 إكس زائد 75 كتساوي لنا 6 إكس زائد 90. كردوا الأعداد المعلومة للطرف والأعداد المجهول للطرف الآخر. المجهول عندنا هما 10 إكس مع 6 إكس، 10 إكس ناقص 6 إكس، حيتنا 6 إكس كانت في الطرف الثاني بواحد لو سين بلوس، دونك ردها للطرف الأول بواحد لو سين موان. لا ميم شوز، عندك 75 هنايا بواحد لو سين بلوس، غتردها للطرف الآخر بواحد لو سين موان. ان كالكو سامبل، دونك عندك 10 اكس ناقص 6 اكس كتعطيك هي 4 اكس، كتساوي لنا 90 ناقص 75 اللي هي 15. دونك اكس ما بين 4 و اكس كاين الضرب، الا بغيتي ترد 4 للطرف الاخر غتكون ديفيزيون. دونك اكس غتساوي لنا هي 15 على 4. 15 على 4 ليكواسيون ادمي اون سوليسيون اللي هي 15 على 4. عندك هاد ليكواسيون هادي عندها حل وحيد، يعني المعادله تقبل حل وحيد اللي هو 15 على 4. هادي المعادله بي لي فيكسيون كنديرو سي فراكسيون بيان دوير او ميم دينوميناتور كومون، ما غاديش دير ليهم سوبريمي هكداك، خصك تدير ريدكسيون او ميم دينوميناتور. maintenant on va voir l'équation c. l'équation c اللي هي x على شكل x فاكتور دو x بلس 13 إيكال زيرو. عندك هنا الضرب ما بين x و x زائد 13، دونك x سيت ان فاكتور و x بلس 13 سيت ان دوزيام فاكتور. عندك ان برودوي دو دو فاكتور انول سي اي سولومون سي او موان لان دي دو فاكتور انول. عندك هنا لو برومي فاكتور اللي هو x، دونك x إيكال زيرو، و لو دوزيام فاكتور عندك x زائد 13 كيساوي لنا صفر. دونك x زائد 13 كيساوي صفر، 13 خصني نردها للطرف الاخر غترجع ليا هي ناقص 13. دونك ليكواسيون ادمي دو سوليسيون، عندك ليكواسيون ادمي دونك دو سوليسيون كي سون 0 و موان 13. المعادلة عندها جوج حلول اللي هما صفر وناقص 13، هادي ليكواسيون سي. Un produit de deux facteurs est nul si et seulement si au moins l'un des facteurs est nul. يعني على الأقل خص واحد من دوك لي فاكتور يكون منعدم. إلا عندك جوج ديال الجدا ديال جوج العوامل منعدم، يعني على الأقل واحد منهم راه منعدم. ليكواسيون دي اللي هي على شكل 3x plus 6 فاكتور دو x plus 12 إيكال زيرو. عندك هنا أن برودوي دو دو فاكتور، عندك الفاكتور البرومي فاكتور لو دوزيام فاكتور، العامل الأول اللي هو 3 إكس زائد 6 إيكال صفر، دونك إكس زائد 12 إيكال زيرو. غنحلو هاد المعادلة بوحدها والمعادلة التانية بوحديتها، ومن بعد نشوفو لي سوليسيون ديال ليكواسيون. 3 إكس بلس 6 إيكال زيرو، عندك ها 3x plus x إيكال زيرو، x 6 x عندك زائد، إلا بغيت نردها الطرف الآخر غترجع ليا ناقص، دونك 3x إيكال موان 6. من بعد ما بين 3 و x كاين الضرب، إلا بغيت ترد 3 للطرف الآخر خصها تكون ديفيزيون، دونك x كتساوي لنا ناقص 6 على 3، ناقص 6 على 3 هي ناقص 2. نشوفو ليكواسيون الثانية اللي هي x زائد 12 كتساوي لنا صفر. x بغينا في واحد الطرف و 12 بغينا في الطرف الاخر، دونك عندك زائد 12، الا رديتي ليها للطرف الاخر غترجع ناقص 12، دونك x كتساوي لنا ناقص 12. ليكواسيون عندك هنا x كتساوي ناقص 2 و x كتساوي ناقص 12، دونك ليكواسيون ادمي دو سوليسيون، عندك هاد المعادلة تقبل جوج حلول، الحل الأول اللي هو ناقص جوج، الحل الثاني اللي هو ناقص 12. هادي المعادلة دي. كاينين دي زيكواسيون اللي ما عندهم ما كيقبلو حتى حل، إكزامبل ديال هاد ليكواسيون أو اللي غنشوفو دابا، يعني ماشي كاع لي زيكواسيون عندهم الحل، إليا دي زيكواسيون كي نادمي با دو سوليسيون،
اكزامبل ديال هاد ليكواسيون او. ليكواسيون او عندك اكس زائد واحد على ثلاثة ناقص جوج اكس زائد واحد على جوج كتساوي لنا ثلاثة ناقص اربعة اكس على ستة. اول حاجة هاد ليكواسيون هادي فيها لي فراكسيون. الا فكاش قلنا بلي الا بغينا نديرو لا ريزوليسيون ديال واحد ليكواسيون فيها اون فراكسيون، اول حاجة كنديرو ريدكسيون او ميم دينوميناتور، هكذا نقدرو نسوبريمي لا فراكسيون تو سامبلومون. لو دينوميناتور كومون لي هو ستة ما بين جوج و تلاتة هو ستة، دونك عندك هنا ستة ان دينوميناتور كومون، ستة هنايا غنضربو في والو الفوق، جوج اكس زائد واحد خصنا تلاتة الفوق ناقص واحد خصنا نضربو، دونك عندك هنا جوج اكس ناقص ستة اكس تلاتة تساوي لينا هي تلاتة ناقص ربعة اكس. من بعد غنردو العدد المعلومة للطرف والمجاهيل للطرف الآخر. المجاهيل اللي عندنا هو جوج اكس ناقص ستة اكس زائد ربعة اكس، نردوها لهاد الطرف. اعداد المعلومة عندك هنا تلاتة زائد تلاتة زائد جوج، دونك تلاتة زائد تلاتة زائد جوج هي تمنية، وفي الطرف الآخر جوج اكس ناقص ستة اكس هي ناقص ربعة اكس. ناقص ربعة اكس زائد ربعة اكس اعداد متقابلة، دونك غتعطينا صفر فوا اكس زيرو اكس. عندك زيرو اكس كتساوي لنا تمنية. هاد ليكريتور هادي غير صحيحة، هاد الكتابة غير صحيحة، صفر مضروبة في اكس كتعطيك تمنية. دونك في هاد الحالة غنقولو ايكواسيون نادمي اوكون سوليسيون، لأن هاد ليكريتور هادي غير صحيحة. ليكواسيون او اللي هي اكس زائد واحد على ثلاثة ناقص جوج اكس زائد واحد على جوج كتساوي لنا ثلاثة ناقص ربعة اكس على ستة نادمي اوكين سوليسيون، يعني ما عندها حتى حل، معادلة لا تقبل حلا.